الحمد لله الجزائر اليوم أثبتت للعالم كله أن الجزائر قادرة على احتضان أي منافسة على مستوى، وإن شاء الله في القريب العاجل راح أن الجزائر تفوز بتنظيم كان 2025. إن شاء الله راح نشوفوا يعني على المستوى التنظيمي أشياء راح نحسنها، لأنه نتأسفوا أيضا من الجمهور الجزائري، لأنه كل الجمهور الجزائري اليوم كان حاب يحضر نهائي. ما يخفلكمش أنه عدد الجماهير اللي كانت دخلت الموقع من أجل اقتناء تذاكر هو 21 مليون جزائري، يعني هو شيء يعني رقم خيالي، وهذا شيء نظن بأنه هي سابقة من نوعها، مع أنه الملعب يحتوي إلى 40,000 مقعد، ولكن فيه 21 مليون جزائري كلهم كانوا حاولوا يقتنوا تذكرة. يعني نطلب من الجمهور الجزائري حتى يعاوننا في التنظيم في المباريات القادمة، أنه اللي ما عندوش تذكرة ما يتقدمش للملعب، لأنه هذا الشيء اللي صعب علينا شوية تنظيم، خاصة فيما يخص خارج الملعب. ولكن الأمور الأخرى نظن بشهادة كل ضيوف الجزائر أنه كانت في مستوى تنظيمي جد عالي.